سلام عليكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير وسلام. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم موديل البلوزه اللي شايفينها قدامكم دي. هنشتغلها على القماش مباشره من غير باترون، ولو هتعمليها بلوزه هتاخد متر وربع قماش، ولو ممكن تتعمل عبايه وممكن تتعمل فستان، وده بيبقى على حسب الموديل. هجيب القماش الامام والخلف. القماش هيكون مطبق بالشكل ده، ده الامام وده الخلف، واحده الامام وواحده الخلف، واحطهم على بعض بالشكل ده. طبعا وانا بشتغل على القماش هسيب او هاخد مقدار للخياطه بالشكل ده. هاخد دوران الرقبه، هاخد عرض الكتف وطول حركة الإبط. هاخد من الكتف 4 سنتي. الموديل عندي فتحة 7. طبعا هعمل توسيع في دوران الرقبة. انا مش هفرق الامام عن الخلف لان الموديل الامام والخلف زي بعض، فهدخل توسيع في حدود 3 سنتي بالشكل ده، وهحدد مقدار السبعة انا عايزاها فين. لو عايزاها هنا مثلا، طبعا هتبقى بالمقاسات بالشكل ده. لو عايزة توسعي اكتر ممكن توسعي، يعني على حسب ما انت عايزة السبعة تكون فين بالشكل ده. هقيس 4 سنتي مقدار الشريط اللي موجود في السبعة، 4 سنتي او 3 سنتي، ممكن خليها 3 سنتي. هدخل تعديل في دوران حركة الإبط في حدود 2 سنتي بالشكل ده. طبعا هي مش تبقى قصيرة كده، انا عاملاها بالشكل ده عشان هي اساسا صغيرة في الحجم عندي في الطول، لكن انت هتاخد المقاس الحقيقي. هاجي بعدين اقيس الشريط اللي انا هاخده. هقيس من بداية المسافة الكبيرة، يعني هو هنا عندي 22 سنتي، هضيف له 5 سنتي علشان بس زيادات، ولما اظبط الشريط هشيل الزيادات دي. يعني هو هنا 22 هضيف له 5 سنتي يبقى 27. طبعا انا عندي امام وخلف فالشريط هيبقى مطبق، وعندي يمين وشمال فهاخد الشريط مطبق مرتين. ادي 27 سنتي، هطبقه مرة كده يبقى الامام والخلف ناحية واحدة، فانا عندي يمين وشمال، فهاخد الشريط ده كله بالشكل ده مطبق مرة تاني، يعني هيطبق على 4. بالطريقة دي هرجع برضو اعيد المقاسات تاني علشان متطلعش قصيرة معايا. يعني انت هتاخد المقاس ده وهتضيفي له 5 او 6 او 7 سنتي، يعني ضيفي زي ما انت عايزة. كده كده لما هنظبط من الناحية دي لو في زيادة هتشيليها. وهطبق الشريط بالطريقة دي. انا مش هقص دلوقتي علشان اشوف برضو مقاس الشريط هيكون كويس معايا ولا لسه هيكون صغير. شايفين الناحية المقفولة دي هحطها بالطريقة دي. طبعا زيادة الخياطة هتكون من الناحية التانية بالشكل ده اللي انا هخيط فيها، وهجيب الشريط اللي انا واخداه بالطريقة دي
وهعمل السبعة اللي موجودة عندي. هاخدها بالشكل ده وهعملها علامة علشان لما نركبهم على بعض يجوا قد بعض بالظبط، ما يكونش في حاجة فرق، يعني ما يكونش في حاجة أكبر من التانية. بعد ما قستها بالشكل ده هعمل المثلث، بالطريقة دي لما اجي اقص هسيب 1 سنتي زيادة للخياط علشان لما اجي اخيطهم في بعض ما يطلعش الشريط من هنا ناقص. كده انا اخدت الشريط وظبطته كويس. حلو انك تراجع مقاساتك اكتر من مرة علشان في الخياطة ترتاحي بالشكل ده. وهتشوفي عرض الشريط، لو عرضه مفروض ان هو هيبقى 3 سنتي، المسافة دي اللي احنا اخدناها ممكن تكون 3 او 4 سنتي على حسب ما انت عايزاه، ينفع تعدلي فيها، ينفع تكبري او تصغري منها. هاخد المسافة دي زائد 1 سنتي للخياطة، فانا اخدت المسافة دي 3 سنتي، فهنا هتبقى 4 سنتي، يعني هي دي مش كبيرة، يعني محتاجة تظبيط خفيف خالص. شايفين الشريط قبل ما يتركب وهو مرتاح برضه على القماش. لما اجي اقص هقص على الخط التاني مش الاول، وبرضه هسيب سنتي. بعد ما عملت السبعة والشريط بالشكل ده هاخد مقدار الشريط الكشكشة ده، هيكون في حدود 12 سنتي. طبعا ينفع تعدلي فيه، تزودي منه او تقللي. الطول هقيس المسافة دي هنا 22، ال22 دي طبعا الامام بس، ال22 ناحية واحدة بس من الامام، الأمام كله هيبقى 44. طيب الأمام والخلف يعني 44 و44 هيبقى 88. ال88 سنتي دي هاخد مقدارها تاني للكشكشة، يعني الشريط اللي أنا هاخده أعمله كشكشة هيكون مقداره 170 سنتي. لو على المقاسات اللي أنا واخداها دي هيكون 170 سنتي، طبعا على حسب مقاساتكم انتوا هتحسبوها. هنشوف هنشطبها ازاي. اول حاجة هركب الاكتاف بتاعت الامام والخلف بالشكل ده الاكتاف، وبعدين شريط الكشكشة ده انا هعمله كشكشة وهقفله من الناحية المفتوحة دي، والناحية دي هخليها من الخلف. هنشوف هنركبه كمان هعمل ايه، هعمل علامات في الكشكشة. قبل ما اعمل الشريط كشكشة هعمل فيه علامات، هطبقه بالشكل ده وهاخد العلامة على الربع بالطريقة دي علشان لما اجي اركبه على الاكتاف وفي السبعة اكون عارفاه. بعد ما عملت الاكتاف ركبتهم بالشكل ده هعدل البلوزة وهجيب الكشكشة اللي انا عملتها وهبدأ اركب في الخلف
طبعا ده وش البلوزة وده وش الكشكشة برضو، يعني انا كده شغالة على الوش. شايفين القلم اللي انا اخدتها حطها على الكتف. شايفين برضو العلامة حطها على السبع من ادي برضو السبعة حطها على الكتف. بكده اكون ركبت السبعة. طبعا الكشكشة في البلوزة، طبعا عندكم الكشكشة هتكون اكتر من كده لانكم هتسيبوا المقدار قد المقدار مرتين. هنشوف هنشطب ازاي السبعة بالطريقة المظبوطة. دول الشريطين بالطريقة دي. هجيب وهقفل من الناحيتين بالطريقة دي. بعد ما خيطتها وقفلتها بالطريقة دي، هجيب هطبقهم بالشكل ده علشان اظبط الزيادات بتاعة الخياطة. شايفين الزيادات الكتيرة دي انا مش عايزاها، فهظبطها بالطريقة دي. بس طبعا بعيد عن الخيط علشان خاطر ما تتفكش معايا. الناحية التانية برضو هقفل المثلثين على بعض بالشكل ده. واشيل الزيادة بتاعت المثلثات علشان لما اخيط تبقى نظيفة بالشكل ده. وهنشوف هنركبها ازاي. دلوقتي بعد ما ركبنا الكشكشة بالشكل ده وخيطنا الشريط السبع اللي احنا عملناه، خيطنا من الناحيتين بالطريقة دي، الناحية التانية برضو بالشكل ده وقصينا الزيادات، هنشوف هنركبه في البلوزة ازاي. اول حاجة هجيب البلوزة واعملها على القلبة بالشكل ده، وهجيب الشريط اللي انا خيطته بالطريقة دي، ده وش الشريط وده القلبة بتاعته، وهعمله بالطريقة دي. هثبت ناحية واحدة بس منه، هثبتها بالشكل ده.
وهخيط بالطريقة دي لحد ما اخلص دوران الرقبة كله بالشكل ده، وبعدين هنشوف برضو هنكمل ازاي. ده الشريط اللي انا بخيط فيه وحطه على البنوسة. عند المثلث هثبت الإبرة بالشكل ده وهحرك الشريط علشان يجيلي مظبوط، هحركه بالطريقة دي. شايفين انا وصلت لاخر المثلث والمقاسات طلعت معايا مظبوطة 100%، مش حاجة طلعت زايدة عن التانية. بعد ما ركبت بالطريقة دي، طبعا ده وش البلوزة، بعد ما خيطت الشريط السبع في البلوزة هاجي اعمل مكوة الركنة دي، هعمل فيها مكوة هعمل التاني سنتي واحد بس بالشكل ده. خطوة المكوة دي مهمة جدا، هاجي عند المثلث هعمله بالشكل ده، هتني بالطريقة دي وهعمل مكوة. بعدين هرجع اتني مرة تانية من الناحية التانية بالشكل ده بحيث ان يديني مثلث. ممكن نشيل الزيادات الكتيرة دي برضو تاني. هتنيها بالشكل ده وبعدين ارجع اتنيها تاني. الناحية التانية برضو هعملها بنفس الطريقة. بعد ما تنيتها بالطريقة دي هرجع اتنيها من الناحية التانية بالشكل ده بحيث انها تديني مثلث. بعد ما عملت خطوة المكوة، لو مش حابين تعملوا خطوة المكوة دي ممكن ما تعملوهاش، بس انا شايف انها مهمة. هخيط طبعا زي ما احنا عملنا، هطبق القماش بالشكل ده وبعدين اطبقه مرة تانية علشان يديني مثلث، بعدين اثبته
على المثلث بالظبط، ما يكونش طالع ولا نازل. الناحية التانية برضو هطبقه بالشكل ده، وبعدين اطبقه مرة تانية، وبعد ما يديني شكل المثلث هثبته بالطريقة دي. وهخيط لما اوصل عند المثلث بالطريقة دي هوقف الابرة بالشكل ده، وهلف القماشة بالطريقة دي. هيكون ده شكله. طبعا احنا لسه مركبناش الشرايط اللي موجودة في الخلف، هي هتبقى من نفس القماش على فكرة، بس انا ما عملت الشريط، فهاخد المقاس بالطريقة دي. ده شكل البلوزة بعد ما هتتشطب، هيكون ده شكلها، ده من جوه شكلها برضو، ده المثلث اللي احنا عملناه شكله من جوه زي من بره بالطريقة دي، برضو في الخلف بنفس الشكل بالطريقة دي. على فكرة لما هتجربوها هتلاقوها سهلة مش صعبة، بس هو عايز محتاج تجربة. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى ان يكون نال اعجابكم، واتمنى ان تكون طريقة سهلة، واكون قدرت اوصل لكم المعلومة بسهولة.